المدارس ذات الندوه الصحفيه في اطار العمليات التحسيسيه والتوعويه اللي كتقوم بها جمعيه امنير بخصوص اهميه التراث والاثار اللي عندنا في المغرب واللي كيتعرض للخريب. وهذه الندوه جات كرد فعل على التخريب الاخير اللي وقع في موقع اواخر المسجل ضمن اللائحه الوطنيه للتراث، وقع اداء التدمير هذا بسبب يعني مقاول فلاحي انجز ضيعه للبطيخ الاحمر واثرت بشكل كبير على الموقع الاثري، بحيث انه تم تدمير الموقع بشكل كلي. تقريبا الموقع كان فيه 200 نقيشه ولا تقريبا شي 3 نقائش، مما جعلنا اننا نديروا هذه الندوه بشكل استعجالي، وكذلك نخلقوا واحد النقاش عمومي على الصعيد الوطني باهميه التراث الانساني العالمي اللي خصو التحافظ عليه ونحافظوا عليه ونحميوه من التخريب والتدمير، لانه هو اللي كيعطينا قراءه ولا وثيقه تاريخيه لقراءه تاريخنا العريق المنطقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايبي عبد الرحمن، استاذ جامعي بجامعه بروزور، رئيس ومؤسس المتحف الجامعي لنيازك. فهذا المشكل اللي في المغرب ديال تخريب النقوش الصخريه فهو قديم، غير دابا ولاو عليه الانوار ولينا كنعرفوه ولا الناس كيكتشفوا مع هذا الفيديو وهذا الشيء. فانا لجل النقوش الصخريه في المغرب كتوجد في واحد الاماكن نائيه في الصحراء، فالحراسه ديالها حاولت وزاره الثقافه ديال الحراسه، ولكن ماشي سهل باش ديال الحراسه وتيكونوا في واحد المنطقه شاسعه وتيكونوا كثار. فانا تنقول من غير التوعيه، لان التوعيه كتطلب على المدى الوسط او المدى الطويل، فالمدى القريب تنقول انا خصنا نشوفوا في الاجراءات القانونيه ديال وزاره الثقافه اذا كان ممكن يبدلوا هذاك البند ديال ممنوع تهز هذه النقوش الصخريه وديها للمتحف، فيكون احسن، لان النقوش الصخريه كتكون بالمئات، فاذا خلينا من غير 50% وحطينا في واحد المتحف قريب تما ما بين المدينه وبين البلاصه ديالهم، تبدلو في المدينه اللي قريبه لك البلاصه اللي تلقاو، غتكون احسن، غادي نحافظوا على هذا الموروث الثقافي.